لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. بعد التحية دكتور عبد الوهاب، إذن هي جهود حثيثة تبذلها الدولة على صعيد التحول الرقمي لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، كيف ترى ذلك التوجه في ضوء رؤية مصر 2030؟ أهلا وسهلا بحضرتك والمشاهدين الكرام. الحقيقة منذ أن أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي، اتخذت الحكومة مجموعة من المحاور تعمل متوازية. كان أهم محور هو تطوير البنية التحتية الرقمية واستبدال جميع الكابلات النحاسية بكابلات من الألياف الضوئية، وكذلك إطلاق القمر الصناعي طيبة واحد للإنترنت فائق السرعة عريض النطاق لتغطية مساحة مصر كلها وخاصة المحافظات الحدودية. وأدت هذه المرحلة إلى زيادة سرعة الإنترنت من 5 ميجا بت بير سكند إلى 63 ميجا بت بير سكند، وهي السرعة الأعلى في الإنترنت الثابت على مستوى أفريقيا. المحور الثاني إعادة هندسة الإجراءات للخدمات الحكومية وتحويلها من خدمات ورقية إلى خدمات رقمية، وتم تحويل فعلا 170 خدمة رقمية يحصل عليها المواطن حاليا ويدفع رقميا. المحور الثالث تطوير المنظومة المدفوعات الرقمية بالتعاون ما بين البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك، وأدى ذلك إلى أن جميع المدفوعات الرقمية للخدمات تتم من خلال تطبيقات الموبايل أو من خلال أي بطاقات بنكية. وكانت النتيجة إلى ذلك أن تم القضاء على نسب كبيرة جدا من قضايا الفساد والرشوة وتطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية، وأيضا كان الأهم رفع نسبة مؤشر مصر العالمي في الشمول المالي إلى أكثر من 70%. وكان أهم محور بعد كده هو إنشاء مركز المعلومات للحوسبة السحابية الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه التكنولوجيات لا تملكها إلا الدول العظمى. وهذا المركز يحتوي على جميع بيانات مصر السكانية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ومؤمن تماما بعدة طبقات من البرمجيات الخاصة بأمن وسرية المعلومات، وهو حلقة الوصل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن من خلال منصة مصر الرقمية اللي أكثر من 8 مليون مواطن مصري بيشتغل على هذه المنصة. كل هذه الأعمال قام بها مصريين من خلال تطوير الموارد البشرية المصرية من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعاهد القومية، اللي دربوا أكثر من 200 ألف شاب وشابة يعملوا حاليا في مراكز المعلومات في المدن الذكية باستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء. وإحنا داخلين النهاردة على عصر النقل الذكي، إحنا النهاردة داخلين على مجموعة من الخطوط النقل في مصر السريعة سواء قطارات أو مونوريل وغيرها، ومعظم هذه وسائل النقل الحديثة تعمل بالتكنولوجيا الذكية. إذا إحنا النهاردة محتاجين نشتغل على إنترنت الأشياء والطرق الذكية، لأن إحنا داخلين أيضا في السيارات ذاتية القيادة، فلازم نجهز الطرق بتاعتنا إنها طرق ذكية. كل دوت تم لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة. يعني يا دكتور، الحقيقة يعني المواطن المصري بيحتفل في هذه الأيام بذكرى ثورة 30 من يونيو، والحقيقة بتأتي وسط يعني نوع من أنواع الراحة للمواطن المصري في كافة يعني حياته اليومية. زي ما حضرتك ذكرت، العديد من تطبيقات التكنولوجيا اللي ما كانتش موجودة الأول أسهمت بشكل كبير في توفير الراحة، في توفير ساعات اليوم، في توفير مشاوير، في توفير بنزين، كل ده بفضل الانتقال ليس فقط الى الرقمنه والتكنولوجيا، ولكن يعني حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البيج داتا وعصر الداتا سنتر، ده يعني نقلنا نقله الى مصاف الدول الكبرى في الرقمنه والتحول الرقمي يعني عالي الجوده. هقول لحضرتك حاجه الحقيقه، وانا يعني عشت في اوروبا فتره طويله. النهارده مصر بقى زيها زي دول متقدمه جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات. لعلم حضرتك، مصر هي الدوله الاولى افريقيا وفي الشرق الاوسط في صناعه التعهيد، يعني كل مراكز المعلومات وخدمات المعلومات
في البرمجيات في أوروبا نقلوها مصر. ليه؟ لأن مش عشان بس موقعنا الجغرافي، أول حاجة جميع الكابلات البحرية الناقلة للإنترنت اللي تربط آسيا وأوروبا بتمر من كابلات البحرية عبر قناة السويس، إذا عندنا 90% من البيانات بتمر جنب مصر. فالشركات العالمية ضخت مئات ومليارات الاستثمارات من الدولارات لإنشاء مراكز معلومات في مصر. طب ليه مصر بالذات غير الموقع الجغرافي إن فيها مجموعة ضخمة جدا من المهندسين والفنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات على أعلى مستوى؟ ونتذكر جميعا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما زار كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ، الشباب كانوا بيقولوا عاوزين نجد فرص عمل، قال لهم أنا مستنيكم تتخرجوا عشان تشتغلوا في المدن الذكية الجديدة. إحنا النهاردة الرئيس بيقول إحنا عايزين نجهز شاب يعمل برواتب عالمية بآلاف الدولارات، مش أصدر شاب يشتغل ب 500 دولار. طب هذا الكلام هيجي منين؟ من خلال إنشاء الجامعات الرقمية، كليات التقنيات والتكنولوجية، حتى المدارس التكنولوجية. كل دوت لازم يكون عندنا شباب قادر على وظائف المستقبل، وظائف المستقبل معتمدة كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وإنشاء البرامج المدمجة. نعم. وكلها تطبيقات من خلال الثورة الصناعية الرابعة. نعم، الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، شكرا جزيلا لحضرتك.